وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت الدكتور زكريا حمودان، الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك دكتور زكريا. وعلى ضوء هذا الخبر الذي تناول اغتيال السيد محمد عفيف مسؤول العلاقات في حزب الله، برأيك هذا الخبر كيف سيؤثر على تماسك وتكتل حزب الله؟ وهل سوف نشهد تآزرا أو شراسة أكثر في القتال أم بداية ضعف لحزب الله؟ يعني بالنسبة لموضوع القتال، الحزب والمجاهدين الموجودين على الجبهات لديهم تماسك كبير، وهم وقدراتهم غير مرتبطة بأسماء، ولو كانت ستكون مرتبطة بأسماء لارتبطت باسم سماحة السيد حسن نصر الله أو سماحة السيد هاشم صفي الدين. فلذلك رغم كل الأهمية الكبرى التي ربما نحن على المستوى المباشر نوليها للحاج الأخ محمد عفيف أخونا الأكبر وقائد هذه المعركة الإعلامية الكبيرة والرجل الجريء الذي واجه الإسرائيلي بكل قوة واعتزاز، وأنتم رأيتم المؤتمرات الصحفية في العلن كان قام بها الحاج محمد عفيف في أحلك الأوقات. فلذلك هذا الأمر غير مرتبط أبدا باستشهاد أي شخص في حزب الله. الحاج محمد عفيف خاض معركة العام 2006 وخاض مختلف معارك محور المقاومة وخاض هذه المعركة، ولكن بمسألة غير مسبوقة، وأراد أن يكون مع صديقه وحبيب قلبه سماحة السيد حسن نصر الله. هذا الاستشهاد يزيدنا قوة وعزم على المستوى الإعلامي، المستوى الجهادي يزيد المجاهدين قوة وعزم، حتى على المستوى الإعلامي يزيدنا تشبث وثقة بهذه المعركة وقدرة على الانتصار إن شاء الله. نعم، لكن يعني برأيك دكتور زكريا، يعني الاحتلال الإسرائيلي كان قبل نحو أسبوعين يقول أنه تقريبا أنهى بنك أهدافه الأساسية فيما يتعلق بقيادات حزب الله. إذن ما الذي يستفيده من هكذا استهداف الرجل؟ بحسب ما وصفت حضرتك لم يكن يعني من حامل السلاح في المقام الأول، إنما كان مسؤولا إعلاميا. ما الذي أراده الاحتلال من هكذا تصفية أو من هكذا اغتيال؟ الغدر ما قام به هو عملية حج محمد عفيف، لم يكن متخفي، يعني لم يكن في وضع أمني. يعني أنا قلت لك ظهر في العديد من المناسبات والمؤتمرات واللقاءات والمناسبات، يعني دون أي تخفي، لم يكن به إنجاز. يعني كل ما قام به أنه سبب لنا خسارة شخصية على المستوى الإعلامي، ولكن هل حقق إنجاز يعني في المعادلة؟ أكيد ما قام به حاج محمد عفيف من جرأة لم تكن مسبوقة وهي غير معهودة لدى هذا الاحتلال وهذا العدو الغاشم، ولكن هل حقق انتصار مثلا؟ يعني كلا، لم يحقق انتصار. هو حقق ضربة تؤكد أنه يخشى حتى صوت الحق، حتى صوت الإعلام، حتى يخشى حتى صوت الأطفال عندما يقتل الأطفال، عندما يقوم بقصف المدارس المدنيين يخشى المدنيين. هو قصف الإعلام قبل ذلك في غزة، وقصف الإعلام قبل ذلك في لبنان، في جنوب لبنان. ولكن من الواضح كان لديه مشكلة مع هذا الصوت الإعلامي، وعلى يعني القدرة الإعلامية الكبيرة في تحريك منصات الإعلام والقدرة على استمرار المعركة إعلاميا. نحن ما نقوم به هو صمود إعلامي، عندما تأخذ هذه المعركة الكبرى في مواجهة هذا الكيان، بالإضافة إلى مواجهة جزء كبير من الإعلام اللبناني، هذا صمود في المعركة الإعلامية. وهذا أمر طبعا يخشى الاحتلال ويخشى العدو الصهيوني، لأنه هو في المقابل يقوم بوضع موازنات كبيرة وهائلة في الإعلام،
حتى في الإعلام العربي والغربي من أجل مواجهة ما نقوم به على رأس هذه الحركة الإعلامية. طبعا كان الحاج محمد عفيف، ولكن هذه المعركة مستمرة، والمعركة الإعلامية مستمرة، والفريق الإعلامي في محور المقاومة والمؤيدين، يعني أصدقاء محور المقاومة، مستمرين في معركتهم، يعني لا تتوقف المعركة يعني، ولكن الخسارة نحن نعرف أن الخسارة كبيرة. نعم، يعني دكتور زكريا يبدو أنك الآن على طريق، فأرجو أن تصل إلى وجهتك بأمان، وأشكرك على وقتك دكتور زكريا. شكرا. حمودان الكاتب والباحث. شكرا. السياسي، شكرا جزيلا لك.